طبعا بفضل خارطة الطريق التي سطرت قبل عامين وأكثر تم تحقيق هذه الإنجازات. ما تحقق من إنجازات اليوم؟ في أي اتجاه ستسير الأمور بالنظر إلى هذا الزخم، إلى هذه الدينامية، إلى هذا التجاوب مع مبادرة الحكم الذاتي، الجهود الدبلوماسية المغربية، في أي اتجاه ستسير وكيف بإمكانها أن تتمن ما تحقق من مكتسبات ويتحقق المزيد في هذا الملف؟ قلتي واحد الكلمة مهمة، قلتي دينامية. هذه دينامية معناها أننا ماشي إنجازات، الإنجازات نقدر نقوله حققنا في السنة اللي فاتت، أما الدينامية متواصلة ومستمرة. وهناك مركب من الإنجازات اللي كيجي دفعة واحدة، هذا مهم جدا. ثانيا لما كنقراو الخطاب الملكي نقراو بثلاثة الأبعاد ديالو، ثلاثة. الأول هي هذه الحصيلة اللي عنا عليها جلالة الملك، ولكن فيها كلمات قوية ملي كيقول لك الدينامية، وهانت قلتيها، وكيقول لك الدول الوازنة، ما كيحطها في موقعها كما قلت قبيلة في حجمها، يا كانت على المستوى الأوروبي، يا كانت على المستوى العالمي بحال الولايات، يا كانت على المستوى الإفريقي، يا كانت على المستوى العربي. سماها كل الدول تمت تسميتها. هذا هو الجميل في هذا في هذا في هذا التفصيل والدال في هذا الخطاب. تماما. النقطة الثانية ما خصناش نساوها، راه جلالة الملك من جبد هذا الشيء جبدو باش يقول لك انا اتكلم، ولكن ايضا اياك اعني يا جارة. الدول اللي باقا ما فهماتش راسها ها هو سرد الدول الاوروبيه، والدول اللي باقا ما فهمت راسها تفهم راسها. راه ما سردهاش تفهم راسها. انضضر باش كنشوفوا هالميزان باش كنعبروا هالعلاقات ديالنا باش غنقويوها. هاي الا بغيتوا نزيدوا في الطريق راه دوزنا تسامحنا. كاين عبارة الشراكة النوعية، يعني إلا بغيتي نوصلوا للشراكة النوعية راه هالنظارة وهالفكرة. تماما. وهنا الإيمان كتذكرني بالخطاب ديال ستانوان بير ديال هادي عامين اللي قال لك بركة من اللعب على الحبلين. على الحبلين. ما بقى وقت باش نلعبوا على الحبلين، دابا هذا راه بحال التوقيع، التوقيع مصادقة. التوقيع الأخير المصادقة. الدول اللي مازالت كتحلم باللي راه غادية تلعب على الحبلين ها هي آخر دعوة مشات ليها. إما نزيدوا ونخدموا وننميوا طبعا خدمة للسلم في العالم، لاستقرار العالم، لتنمية العالم، هذا هو الهدف بعدها. أما الصحراء رحنا فيها وفيها مش حال هذا، ولكن الآن بغينا نخدموا استقرار العالم. والنقطة الأخرى من هالثلاثة اللي سرت الآن اللي هي أيضا مهمة هي التصدي لمناورات الأعداء. ما خصناش نساو هالحصيلة، ها فين وصلنا، ولكن هذه ثورة الملك والشعب، الثورة مستمرة، التصدي للمناورات مستوى. وهنا تلميح آخر، هذو كل الدول اللي ما بغاش تنضم أو لا يمكن ما تستجبش لهذه الدعوة مثلا، فكأنها أصبحت حليفة لمن يناور ضد وحدتنا وضد استقرارنا وضد يعني طموحاتنا لفائدة وطننا ولفائدة العالم. إذا هنا شوية الوضوح، ولذلك لما تكلمنا وتكلموا الزملاء ديالي على الوضوح، هو فعلا خطاب الصراحة، هو خطاب الوضوح. وحتى من إشار الولايات المتحدة الأمريكية مواقف لا تتأثر ولا تتغير، لا بتغير الإدارات ولا بتغير الظروف. إذا هذا وضوح. الدول اللي بغات تنضم لهذا المسار، لهذا المجموعة، وحنا محتاجين في العالم ديال اليوم وفي التقلبات ديال اليوم وفي الأزمات ديال اليوم، محتاجين لهاد الوحدة، محتاجين لهاد المسار. ولذلك هو خطاب للتاريخ، ثاني مرة أخرى كنقولها، ماشي للتاريخ بمعنى، لأن كل خطب تسند بأنها خطب تاريخية من جلالة الملك، ولكن هذا الخطاب بالضبط هو خطاب الحصيلة، وهو خطاب التوقيع أو التأشير. واستشراف المستقبل.